السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض كده امتحانين، ولكن مختلفين شوية عن الامتحانات اللي فاتت. إن هم امتحانين على المنهج كله، يعني مش المرات اللي فاتت كنا بنحل امتحانات على مثلا 3 يونيتات و3 يونيتات وهكذا. لا، الامتحانين اللي معانا النهاردة على اليونيت كله، نركز فيهم كده إن شاء الله، مش هناخد وقت كتير علشان نكون لمين المنهج كله بقى على بعض. طيب نبدأ بقى على طول عشان ما نضيعش وقت. طيب اول سؤال معانا زي ما احنا خلاص بقى عرفنا بيكون ايه، سؤال المحادثه وسؤال المواقف. سؤال المحادثه والمواقف الاتنين مع بعض عليهم 7 درجات من الامتحان، وشايفين زي ما احنا شايفين كده ده 4 نقط طبعا المحادثه، والمواقف 3 نقط. اول حاجه هنعملها سؤال المحادثه، نقرا العنوان اللي فوق ده. A tourist is asking the airport officer at Cairo Airport. سايح بيسأل الموظف بتاع مطار القاهرة، بيسأله عن شوية حاجات. يبقى احنا فين دلوقتي؟ احنا في مطار القاهرة، تمام. الحاجات دي هتفيدنا، هنشوف دلوقتي واحنا بنقرا. اول حاجة هنقرا الموضوع كله على بعضه، الكلام اللي مكتوب، وبعد كده نبدأ نحط الحاجات اللي ناقصة. Excuse me، يعني بعد اذنك. I want to go to the Red Sea، انا عايز اروح لايه؟ للبحر الاحمر. فالموظف قال له اوكي، يو كان تيك ذا ترين، انت ممكن تاخد القطر. بات ات ويل بي فيري فار، لكن هيبقى ايه؟ بعيد جدا. فهنا بقى السايح ساله سؤال، الرد كان ايه؟ ويل ماشي، يو كان تيك ذا بلين تو مرسى علم ايربورت، ممكن تاخد ايه؟ طياره لمطار مرسى علم. قال له از ات نير ذا ريد سي، هل هي قريبه من البحر الاحمر؟ قال له حاجه، خلي بالنا سؤال بإز يعني هل، فمعنى ان السؤال بهل، يبقى الاجابه يا اما بيس يا اما بنو. فاكرين فيديو المحادثه اتكلمنا على تكوين السؤال، كان في سؤال بهل اللي هو زي ده كده باداه ايه، اداه مثلا زي ام واز وار فيرب تو بي. يعني هنا السؤال بيكون الاجابه يا اما بيس يا اما بنو. طيب نعرف منين يس ولا نو؟ هنا عندنا كلمه اند، كلمه اند دي اللي هتعرفنا. And you can take a taxi to the hotel after that، ممكن تاخد تاكسي للاوتيل ايه بعد كده. Is it a local airport، هل هي او هل مرسى علم، مطار مرسى علم مطار محلي؟ لما يكون مديك جملتين بعد ورا بعض كده بيبقى الموضوع بسيط. يعني انت هنا لو قلت اه مطار محلي او لا مش مطار محلي، في الحالتين يعني الموضوع هيمشي. المهم عندنا جملة أخيرة، جملة عادية، قال له إيه؟ The next flight will be at 5 p.m. الرحلة القادمة هتكون الساعة 5 مساء. نبدأ بقى كده نشوف هنحل إزاي. أول حاجة قال له إيه؟ لو سمحت أنا عايز أروح البحر الأحمر. قال له أنت ممكن تاخد القطر ولكن هيكون إيه؟ بعيد جدا. تفتكروا السؤال اللي هيسأله بقى هيكون إيه؟ طبعا هو دلوقتي القطر بقى خلاص يعني حاجة مش هينفع ياخدها، فهو هيسأله ازاي؟ هيسأله يقول له ايه بقى؟ عشان الرد يكون إيه، طب انت ممكن ماشي انت ممكن تاخد الطيارة. يبقى هو ممكن يسأله يقول له ايه؟ طيب ازاي ان انا اروح؟ ازاي ان انا اروح؟ ودي ليها حاجة من اتنين، ممكن نقول اوكي هاو كان اي جو زير، او وات شود اي دو تو جو زير. في الحالتين المعنى اللي احنا قلناه بالعربي اللي هو ايه؟ طيب اروح هناك ازاي؟ هنا دلوقتي الراجل ده كان عايز يروح، ادي السايح اهو، عايز يروح فين؟ البحر الاحمر. فهنا الموظف قال له انت ممكن تركب القطر لكن هيكون بعيد جدا، فخلاص قفلها له. فده بقى هيساله يقول له ايه بقى؟ يقول له طيب اروح ازاي بقى دلوقتي؟ المفروض ان انا اعمل ايه؟ قال له تمام، انت ممكن تاخد طياره لحد ايه؟ مطار مرسى علم. تمام؟ يبقى دي اول جمله وده السؤال الاول. هل هي قريبه؟ ممكن نكتب او ممكن نكتب لا، لكن هنا لازم نكتب حاجه منهم. طب ليه لازم؟ لانه جايب لنا جمله بعدها بتوضح ايه اللي اتكتب. فاكرين في محادثه حليناها قبل كده كنت قلت لكم لما بيكون في بط بتنفي ما قبلها، يعني لو هنا نو بتلاقي هنا حاجه مختلفه وهكذا، انما اند الحاجتين بيكونوا نفس الايه، نفس السياق، علشان كده الاجابه هتكون ايه؟ يس ات از، ايوه هي ايه، قريبه. وكمان انت ممكن تاخد ايه؟ ممكن تاخد ممكن تاخد عربية او تاكسي لحد الاوتيل. طب لا شوفوا كده لو حطينا لا بقى، لا هي مش كده، وكمان انت ممكن تاخد لا كنا هنقول ايه؟ ولكن انت ممكن تاخد. يبقى لو هنا نو
كنا هنلاقي هنا but، لكن عشان هنا and فخدنا ايه yes it is. طيب سؤال كمان بهل، خلي بالكوا لما يكون فيه سؤالين بهل كده فدي هدية من ربنا ليكوا، يعني دي حاجة كويسة جدا، لأن السؤال بهل يا إما بيس يا إما إيه يا إما بنو. وطبعا بنعكس، يعني هنا كان عندنا is it بقت إيه، بقت it is yes it is. ماشي، راجعوا على تكوين السؤال علشان مهم أوي. is it a local airport، هل هو مطار محلي؟ فطبعا مطار مرسى علم مش مطار محلي، فاحنا هنقول ايه no it is an international airport، مطار دولي. يبقى كلمة local airport مطار محلي، international airport مطار دولي. اخر حاجة بقى عندنا هنا the next flight at will be at 5 PM، ده معاد، واحنا بنسأل على المعاد، في حاجة خدناها في يونت 10 عشان نسأل بيها على المعاد. ممكن نسأل بالسؤال العادي اللي هو when، مش when دي ايه اداة استفهام بتسأل على المعاد، وبعد كده ادي will، شايفين the next flight وشايفين will، اعكسوهم كده، ادي will وادي the next flight، وطبعا be في الاخر. تمام، فاكرين لما قلنا في فيديو المحادثة ان احنا هنا بنشيل الاجابة، دي كانت الاجابة at 5 PM، دي كانت الاجابة، فاحنا لما جينا نستخدم when شلناها. الناس اللي اتفرجت على فيديو المحادثه والمواقف اكيد ايه فاهمين الكلام اللي انا بقوله ده. طبعا شلنا الاجابه فبقت ايه السؤال زي ما احنا شايفين كده، كل الفكره ان احنا عكسنا ويل وعكسنا ذا نيكست فلايت. طيب ايه الطريقه الثانيه والطريقه السهله جدا واللي انا بفضلها بصراحه؟ الطريقه دي، السؤال الجمله دي عندنا في المواقف بتاعه يونت 10، وات تايم داز ذا نيكست، كانت ترين بقى ذا نيكست ترين تو تو ات ليف، ات دي اللي هي ايه مرسى علم. تمام، ايه الوقت اللي ايه اللي الرحله القادمه هتغادر فيه؟ طبعا قال له هيكون ايه الساعه 5. عندنا دي نكتبها وعندنا دي نكتبها، اللي ايه اللي نفتكره او اللي نقدر نعمله. ندخل على المواقف، يو سجست باينج سوفونيرز، سجست ده العنوان، ها ده العنوان اللي احنا هنحل بيه، باينج سوفونيرز فروم خان الخليلي، انت بتقترح ان احنا نشتري ايه او ان حد يشتري سوفونيرز من خان الخليلي. في اجابتين، وانا في فيديو المحادثه والمواقف قلت لكم ان في طريقه تحل بيها مواقف كتير قوي، بس انا ما كنتش عايز اديها لكم وقتها عشان ايه ما تلخبطلكوش الدنيا، لكن ممكن نقولها النهارده بقى. دلوقتي عندنا طريقتين، نسيب الاولى دلوقتي تعالوا على الثانيه. الثانيه دي اللي احنا عارفينها اللي هي الطريقه العاديه، ذا بيست بليس تو باي سوفونيرز از، مش هنا بيقول عايز يشتري سوفونيرز، يبقى the best place to buy souvenir is ادي خان الخليلي، انا هنا اقترحت عليه، كانت عندنا في الترم الاول دي. طيب ايه التانية بقى؟ بصوا كده، هنا يو هنا اي، بصوا على بيت الجملة، ادي suggest ادي buying ادي souvenirs ادي from خان الخليلي. يبقى كل الفكرة هو بيقول لك ايه، انت بتقترح شراء هدايا تذكارية من خان الخليلي، فعملنا ايه قلت ايه انا اقترح شراء هدايا تذكاريه من خان الخليلي. بس هو كل الفكره انت بتحط نفسك في الموقف وتتكلم بس، فهنا بيقول لك انت تقترح، قلت ايه انا اقترح، اتفقنا يا شباب؟ طيب ندخل على تاني واحده، يو ادفايس يور براذر تو ريفايز ذا ليسون اجين، انت بتنصح اخوك ان هو ايه ان هو يذاكر الدرس مره تانية. خدنا النصيحه في الترم الاول كانت يا اما بشد يا اما حاجه خدناها الترم ده برضو تاني، اف اي وير يو، ممكن نقول له يو شود والمصدر يو شود، ادي ريفايس اللي عندنا اهي، ذا ليسن اجين، او اف اي وير يو، لو انا مكانك اي وود ريفايس، دي الحاله الثانيه. طبعا انا مش مكانه، ادي وير ادي ادي اف وادي الماضي البسيط وادي وود والمصدر. تمام، طيب someone recommends a book to read، شخص ما قال لك ايه او اقترح عليك كتاب عشان تقراه، and you like it very much، وانت ايه حبيت الكتاب جدا، فهتقول ايه that's exactly how I feel، انا مش بفضل ديت، انا بفضل الجملة التانية، this book is a very good recommendation، هذا الكتاب بيكون يعني توصية رائعة جدا، this book is a very good recommendation. طب لو كان بدل الكتاب كان فيلم، كنا هنشيل this book وهنقول ايه this movie او this film، هي هي. تمام، نحفظ التعبير ده عشان تعبير كويس جدا ممكن نستخدمه في اكتر من حاجة. كده خلصنا اول جزء من الامتحان، ندخل على تاني جزء واللي لازم بقى ايه نركز بقى فيه كده قوي،
علشان احنا عايزين العدسة الاول، عايزين العدسة، عايزين نقرا الاسئلة بس، نبعد بقى عن ايه، عن الحاجات اللي فوق. اول سؤال بيقول لنا ايه، what is the main idea of this passage، وانا عايزكم بقى تركزوا في حاجة، what is the main idea of this passage. ده سؤال بيجي كتير، معناه ايه الفكرة الرئيسية للقطعة اللي انت قريتها دي، تمام؟ ده اخر سؤال هنجاوبه، السؤال رقم واحد ده اخر سؤال هنجاوبه، سواء كان رقم واحد كان جاي رقم ثلاثة ايا يكن، what is the main idea اخر سؤال بتجاوبه. ليه؟ لان انت ما بتعرفش الفكرة الرئيسية للقطعة الا لما تقرا ايه القطعة كلها، وممكن تعرفها بس يعني ايه، خلينا ده اخر سؤال نعرفها كده. طيب بيقول لنا what is meant by، ايه اللي ايه المقصود من the universe، ايه المقصود بكلمة the universe، هنشوف دلوقتي. do you think، do you think هنا يبقى الاجابة مش هتبقى نصا في القطعة، زي بلاك بيوتي كده لما بنلاقي سؤال do you think انت بتتخيل او انت بايه بتفكر انت بدماغك، بتقول هل يعني مثلا بيقول لك do you think scientist، العلماء كان اكسبلور ممكن يكتشفوا all the universe، كل الكون ده، انت رأيك بقى، ممكن تقول ايه ان انت موافق او ان انت مش موافق، بس طبعا لازم تقول سبب، سواء قلت موافق او ايه او مش موافق. الكلمة اللي تحتها خط incredible vast mean، لو انت عارف كلمة vast معناها ايه هتقدر تجاوب من غير ما تقرأ القطعة اصلا، لو مش عارف هنشوف دلوقتي عن ازاي هنقدر نتخيلها. the universe has millions، لما يكون في رقم ركز عليه كويس قوي، millions of، millions of، millions of ايه بقى، light years، الكون فيه ملايين السنين الضوئية، ولا الكواكب، ولا القارات، ولا المجرات. طبعا هنشوف كمان شوية، نقرا بقى كده ونيه كده، احنا عندنا قرينا الحاجات الاسئلة بتاعتنا، المفروض يكون معانا ورقة صغيرة نكتب فيها احنا عايزين ايه، عنوان للقطعة، كلمة يونيفيرس يعني ايه، هي معناها الكون طبعا بالعربي. ده رأيي، هعرفه برضو بعد ما اخلص القطعة، يعني do you think ده برضو بيبقى من الاسئلة اللي بنحلها في الاخر. كلمة اللي تحتها خط، وميليونز، millions of ايه، الكون فيه ملايين ايه، تمام. يلا بقى نبدأ قراية. the universe is everything around us، خلي بالنا ان احنا كان عندنا اول سؤال بيقول لنا يعني ايه كلمة universe، ماشي، فاول جملة قريناها بتقول ايه، the universe الكون is يعني بيكون everything around us، تمام، هل كده بس؟ لا، it is the sun، stars، planets، galaxies، dust and clouds، كل الكلام ده بيعتبر ايه، ده الكون. it includes all kinds of physical matter، energy and time، it is everything that can be touched، felt and sensed، كل الكلام ده لحد هنا كده نقدر نكتبه في إجابة السؤال التاني، تمام، وهنشوف كمان شوية. لكن من قرايتنا أصلا للأسئلة كده، هل القطعة دي بتتكلم عن إيه؟ هل عرفته ولا لسه؟ تعالوا برضو ما نكمل كده ونشوف. يعني الأول كده عرفنا يعني إيه كلمة كون أصلا، بعد كده the universe is incredibly vast، incredibly خدناها في تقوية الرأي، حاجة معناها إيه، بشيء لا يصدق، شيء لا يصدق، وبعد كده كلمة vast. تعالوا بقى ننزل هنا تحت كلمة incredibly vast، هنحط البدايل بتاعتها ونشوف الترجمة هتمشي ولا لا. الكون بيكون صغير جدا، هل صغير جدا؟ طبعا لا. الكون بيكون واطي جدا؟ اكيد مش واطي. الكون بيكون extremely big، كبير للغاية، ولا fairly big، دي big ودي big؟ طيب مين اللي يقدر بقى يفرق لنا ما بين اكستريملي وما بين فيرلي؟ اللي يقدر يفرق لنا ما بينهم هو واحد ذاكر الفيديوهات اللي احنا حطيناها كويس، عارف ان اكستريملي معناها حاجة كبيرة جدا، وفيرلي معناها حاجة قليلة، حاجة بسيطة، تمام؟ علشان كده الاجابة هتكون ايه؟ هتكون كبير للغاية، الكون بيكون كبير للغاية، اصلا كلمة فيست يعني معناها واسع، واسع جدا او كبير جدا. It has millions of galaxies، كلمة millions دي بتفكرنا بايه؟ بتفكرنا بهنا في millions، طب بس هنا زي universe، طيب هنا ما كانش universe، هنا كان في it، عارفين it دي بتعود على ايه؟ بتعود على زي universe اللي قبلها، لان في اوقات ممكن يجيب لك خط كده تحت كلمة it ويقول لك it دي
ريفير تو ايه، ريفير مش منت او مش مين، يقولك ريفير تو ايه. فقلنا بنعرفها ازاي بقى في الفيديوهات اللي فاتت، قلنا ان احنا بنبص على الجملة اللي قبلها، نبص على الجملة كده the universe is incredibly vast، الكون بيكون كبير جدا، هو بيكون في ملايين من الجالاكسيز اللي هي المجرات. فاحنا كده عرفنا هنا which have billions of stars. طب لو كان هنا قال لنا بدل millions billions، يبقى كانت هنا هتبقى ايه؟ stars، بس هنا اصلا مفيش stars. These galaxies are far away from each other by millions of light years. هذه الجالاكسيات المجرات بتكون بعيدة جدا عن بعضها بملايين السنين الضوئية. هل السنين الضوئية دي وكلمة ملايين هي موجودة، لكن هل احنا بنقول ان الكون بيحتوي على ملايين السنين الضوئية، ولا المسافة اللي ما بين ما بين كل مجرة ومجرة هي اللي بتحتوي، هي اللي بتكون سنين ضوئية؟ طبعا المسافة، يبقى دي مش معانا، يبقى احنا معانا الاجابة هتبقى جالاكسي. A light year، السنة الضوئية، is a unit to measure، هي وحدة قياس astronomical distance، المسافات ايه؟ الفضائية. It is the distance traveled by light in a vacuum in one year، هي المسافة اللي انت ايه؟ اللي الضوء بيعبر خلالها يعني في سنة واحدة. The size of the universe، حجم الكون، خلي بالنا ان احنا كده جاوبنا السؤال ده، جاوبنا السؤال ده، جاوبنا السؤال ده، السؤال ده مبني على فهمنا للقطع مش هنطلعه اصلا، والسؤال دوت برضو في الاخر هنجيبه اللي هو عنوان القطع كلها بتتكلم عليه، اللي اعتقد كلكم عرفتوه هي بتتكلم عن ايه. فممكن ان احنا اصلا ما نكملش قرايه، بس ما علينا هنكمل. The size of the universe is already vast، تاني كلمه vast ايه؟ and it is expanding، وكمان ايه؟ بيتوسع. It is becoming larger and larger، بيبقى أكبر وأكبر. But not always like this، لكن مش دايما بيكون كده. According to scientists، طبقا للعلماء، the universe is created by، الكون يعني اتخلق بواسطة the big bang، الانفجار الأعظم. Which happened about، اللي حصل من حوالي 14 million years ago، من حوالي 14 مليون سنة. فاكرين about ورقم وبعدين years ago، خدناهم قبل كده لما نيجي نقول رقم احنا مش متأكدين منه. and from then the universe is growing، ومن الوقت دوت والكون عمال ايه؟ بيكبر. طيب القطعة كلها عمالة بتتكلم على ايه؟ على الكون. يبقى ده الاجابة بتاعتنا هتكون the universe. يعني ايه كلمة كون؟ لسه مجاوبينها فوق، فهنكتبها مختصرة شوية، هنقول ايه؟ the universe is everything around us، هو كل شيء حوالينا. ممكن انت حابب تكتب بقى ايه؟ it is the sun و stars و planet و galaxy، تمام ممكن تكتب كل الكلام ده. ممكن تختصر الكلام ده بايه؟ it is everything around us، كل شيء حوالينا. that، الحتة دي that can be touched، ممكن يتلمس، felt، يتحس، او ايه؟ او sensed. do you think، هل تعتقد ان العلماء ممكن يكتشفوا العالم الكون كله؟ والله انت شايف ان هم هيكتشفوا، تمام. شايف ان هم مش هيكتشفوا، تمام. بس المهم تقول السبب. احنا قلنا ان هيكون السبب ايه؟ ان هيكون yes، ايوه، according to the rapid growth of science، لان السرعه اللي بينمو بيها العلم. everything is possible، كل شيء ممكن. زمان ما كانش حد يتخيل ان احنا دلوقتي انا اكون في قاعد في بلد وبشرح حاجه مثلا عندي دلوقتي في البيت، وانتوا مثلا من محافظه تانية او من مكان تاني يكون ايه؟ يقدر يشوفها بعد وقت قليل جدا. فطبعا العلم ملوش ايه؟ ملوش سقف، فممكن يحصل عادي. الكلمه ديت incredibly vast، عرفنا ان هي معناها extremely big و millions of galaxies. القطعه سؤال سهل قوي قوي قوي، يا ريت بلاش ان احنا نصعبه على نفسنا. ولو لقينا كلمه مش عارفينها حاول تقرا الجمله بتاعتها، حاول تقرا القطعه كلها وبعد كده ترجمها، وربنا معاكم. واللي يلاقي فيه قطعه صعبه ومش لاقي فيها الكلام اللي احنا بنقوله ده، يا ريت يحطها لنا على الجروب اللي احنا حاطين اللينك بتاعه، وممكن احط اللينك بتاعه تاني في الوصف ان شاء الله. طيب ندخل على سؤال القصه. سؤال القصه بسبع درجات، والقصه من الحاجات اللي انت تقدر لو انت مش كسلان كده، لو انت يعني فعلا عندك نيه ان انت تقفل الامتحان او ان انت على الاقل تجيب درجه كويسه، القصه من الحاجات اللي انت تقدر تقفل بيها. بصوا كده، ده عليها درجتين، اربع حاجات، وبيدينا الناحيه الثانيه خمس حاجات. ايرلش البارك بنقراهم بسرعه، ليدي سميث، جينجر، ومستر باري. لو انت عارف الحاجات اللي هم عملوها حطها في دماغك كده، ايه؟ راجع الاحداث بس.
طيب اول حاجه fell to the ground with black beauty، سقط على الارض مع بلاك بيوتي. مين ديت؟ طبعا ديت جينجر. يبقى الاجابه 3 هتكون ايه؟ said but if they can't pull a carriage، لو مش هيقدروا يزقوا العربيه، we must sell them، احنا لازم نبيعهم. اللي قال كده مين؟ طبعا ده ايرل سميث. يبقى كده دي مش معانا، رقم 2. طيب was ايرل سميث's wife، كانت مرات ايرل سميث اللي كانت مجنونه بالموضه الحديثه، دي مين؟ ليدي سميث. يبقى سي. had little exercise، ما كانش بيعمل تمارين كتير كده زي معظمنا دلوقتي، so his doctor advised him to ride a horse، الدكتور بتاعه نصحه يركب حصان، to keep him healthy، عشان يحافظ على صحته. ده طبعا مستر باري، سهله جدا. واخر واحده كده كده لازم أن تكون ايرل شيلبارك، اللي هي كانت was the country home، المكان او الموطن بتاع ايرل سميث. طيب ندخل على الاسئله المقاليه. Who was Earl's daughter؟ مين بنت الايرل؟ طبعا بنت الايرل كانت مين؟ ليدي ان. The Earl's daughter was Lady ان. What was Earl Smith's helper angry about؟ هو مين اصلا مساعد ايرل سميث؟ ده كان يورك. فيورك ده كان غضبان من ايه؟ طبعا من السبيشال رينز. He was angry about the special rains because they hurt the horses. كل الاسئله دي يا جماعه معظمها يعني بجد يعني حوالي 90% منها مثلا موجوده في الفيديوهات بتاعه الشرح، واللي مش موجود موجود حاجه شبهه، يعني هو مثلا ممكن بيغير لفظ السؤال بس مش اكتر. What did the doctor advise Jerry not to do؟ الدكتور نصح جيري ان هو ما يعملش ايه؟ ولماذا؟ ناخد بالنا من ولماذا، ما نكتبش الحاجه بس. The doctor advised him not to drive taxis anymore، ان هو ما يركبش تاكسيات مره اخرى. هل كده بس؟ لا، عايزين نجاوب بقى على واي، ليه السبب ده؟ to keep his health، عشان يحافظ على صحته. Why do you think Black Beauty was worried when Jerry went to work with Miss Fowler؟ لما حصل وجيري ما بقاش خلاص هيقدر يسوق التاكسيات تاني، فمراته كتبت جواب لمس فاولر وقالت لها لو تقدر تساعدينا يبقى كتر خيرك. فهي قامت ايه الست طلعت اصيله وقامت بعتها لهم قالت لهم تعالوا عيشوا معايا، ودي كانت اخبار سعيده جدا للاسره، ولكن اخبار سيئه لبلاك بيوتي. ليه بقى كانت اخبار سيئه؟ طبعا because he was becoming old، لانه كان بدا يكبر في السن، and he knew that، وهو عارف ده، he might have more difficult work to do in the future، ممكن يكون عنده حاجات صعبه جدا ان هو يعملها في المستقبل. اهم حاجه تكتب ان هو ايه، he was becoming old، ان هو كان اصبح بدا يبقى ايه كبير وكان خايف من المستقبل. Why do you think that beauty felt strong again with Willie؟ تفتكر ليه بلاك بيوتي بقى ايه قوي تاني او شعر بقوه تاني مع ويلي اللي هو حفيد مستر سارس جود؟ طبعا لان ويلي كان بيعتني بيه، as Willie was kind and looked after him very well، كان بيعتني بيه لانه كان بيحبه جدا، وهو اللي كان ايه حابب ان هو يشتريه اصلا. He gave him food every day، كان بيديله جود فود ايه كل يوم. ندخل على اهم جزء بقى في الفيديو بتاع النهارده، الجزء بتاع الاختيارات والرايت، ده اللي ايه اللي عايزين نتكلم فيه شويه. Children usually، الاطفال احنا قلنا بقى ان بيبقى عندنا 6 اسئله، 3 اختيارات و 3 كلمات و 3 جرامر. Children usually not lots of my own sweets، الاطفال غالبا بيعملوا ايه من الفلوس كتير، كتير من الفلوس على الحلويات. هل بيبعتوا فلوس كتير على الحلويات، ولا بياخدوا فلوس كتير على الحلويات، ولا بيعطوا فلوس كتير على الحلويات، ولا بينفقوا فلوس كتير على الحلويات؟ طبعا spend هي الاجابه. والسؤال التافه جدا ده بيتكرر كتير اوي اوي اوي، فيا ريت ناخد بالنا منه. It is almost freezing، والسؤال التافه ده كمان بيتكرر كتير برضه ناخد بالنا منه. It is almost freezing in the north pole، الجو طبعا ايه متلج جدا. It is about انها حوالي 20، معظم الحاجات دي معناها درجات، لكن احنا عارفين بقى ان درجه مئويه احنا خدناها ان هي معناها كلمه ايه؟ degree، درجه مئويه اللي هي درجه الحراره المئويه يعني. We always see، احنا دايما بنشوف ايه؟ when there is a lot of sugar on the floor، لما بيكون في سكر كتير مرمي على الارض بنشوف مين؟
هل الفيران ولا النمل ولا الوز ولا البط؟ طبعا الإجابة هتكون أنتس النمل. طبعا دي حاجات سهلة جدا، اللي حافظ الكلمات بتاعة الوحدات عامة التلات أسئلة دول إن شاء الله يكونوا سهلين جدا بالنسبة له. نيجي بقى على الحاجات اللي فيها إيه شغل شوية، واللي هي سهلة قوي عن الريرايت كمان. يعني أنا شايف وهنشوف دلوقتي الكلام ده، احنا هنحل 3 اختيارات جرامر دلوقتي وفي الامتحان التاني 3 كمان، فهنشوف الموضوع سهل ولا صعب. السؤال الرابع ده او الفكرة بتاعته اللي هو يونت 11، يعني ده السؤال الوحيد اللي انا خايف منكو، يعني خايف منكو فيه وعايزكو تركزوا معايا كده في الكلام اللي احنا هنقوله فيه ده بقى دلوقتي. I saw his car in front of his house. انا شفت، لازم نترجم الجملة حلوة قوي. انا شفت العربية في ايه؟ امام المنزل بتاعه. تمام، شفت العربية قدام البيت بتاعه. هو نقط have been in I am sure، انا متأكد. مش معنى ان I am sure يبقى must، ومش معنى ان I am sure يبقى can't او couldn't. لا، احنا عايزين ايه؟ نعرف يعني لما نحط حاجة هنترجم الجملة ونلاقي الجملة مظبوط. لما انت تشوف عربية واحد قدام البيت بتاعه، يبقى انت متأكد ان هو جوه ولا ان هو مش جوه ولا هو ممكن يكون جوه؟ طبعا ايه، انت متأكد ان هو جوه 100%، دي حاجة ما فيهاش خلاف، لان العربية بتاعته بره. زي مثلا لما انت تكون داخل البيت وتلاقي مثلا الجزمة بتاعت والدك قدام البيت، فانت من غير ما تدخل البيت، قبل ما تدخل اصلا لسه، بتقول ايه؟ بتقول ده اكيد ايه، بابا جه من الشغل. تمام، ليه؟ لان الجزمة بتاعته مثلا قدام الشقة. اتفقنا؟ يبقى هنا الاجابة هتكون must. تمام، مش عشان كلمة I am sure بتدل على must، لا، علشان الجملة نفسها معناها بيدل ان الشخص ده موجود فين؟ موجود جوه البيت. الشخص ده موجود جوه البيت. ماشي، السؤال ده حلو قوي، السؤال رقم 5 ده حلو قوي قوي قوي، يا ريت تركزوا فيه، معظمكم هيغلط فيه. يعني A new list of the wonders، قائمة جديدة من العجائب، نقط since 1999 يعني. تمام، طيب هل has written ولا was written ولا have been written ولا has been written؟ طبعا since من الكلمات الدالة على المضارع التام، المضارع التام اللي هو بيتكون من has او have زائد البي بي، يبقى احنا كده ديت مش معانا بره خالص. ماشي، عايزين نعرف حاجة بقى، نعرف حاجة ونركز كويس قوي. لو قلنا has written، مع اولا هل الحتة دي كده مفرد ولا جمع؟ اللي يجاوب، طبعا انا مش سامعك، لكن اللي يجاوب زي ما هنقول الاجابة كمان شوية بجد يبقى جدع يعني، او تبقى بنت شاطرة. A new list of the wonders، قايمة جديدة من العجائب. احنا بنتكلم على دي كده على ايه؟ قايمة واحدة بس، مش معنى ان في حرف الاس هنا اللي هو في وندرز ده نجري على هاف، لا، ناخد بالنا كويس قوي 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 من دي. احنا نقرا كده كويس، انا هنا بتكلم على العجائب دي كلها ولا بتكلم على القايمه؟ انا بتكلم على القايمه الجديده، قايمه واحده بس، قايمه جديده من العجائب، ورقه كده صغيره فيها ايه؟ كاتب فيها انا عجائب كتير. هل كده الورقه كترت؟ لا، هي نفس الورقه، ورقه واحده بس. طيب يبقى هنا هاف بين ريتن دي مش معانا برضو، يبقى يا اما has written يا اما has been written. ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ الفرق ان دي active ودي passive. طب نعرف ازاي الفرق ما بينهم؟ لو القايمة دي هي اللي بتتكتب، هي اللي بتكتب، هي اللي بتكتب، يبقى ايه؟ يبقى active. يعني مثلا زي ما انا اقول كده، احمد بيكتب الواجب، احمد هو الفاعل اللي بيكتب الواجب. طب لما اقول بقى الواجب بيتكتب بواسطة احمد، يبقى هنا الواجب مفعول، هو اللي بيتكتب. هل القايمة بتكتب ولا بتتكتب؟ طبعا القايمة بتتكتب، القايمة دي مش حد ايه عاقل هيكتب، فهتكون passive has been written. اتمنى تكون الحتة دي وضحت ليكم. احمد بيكتب الواجب، يبقى هنا active، احمد بيكتب الواجب، هو اللي بيكتب، لكن الواجب بيتكتب بواسطة احمد، يبقى هنا باسيف، لان هنا الواجب بيتكتب مش بيكتب. تمام، طيب انا متوقع وما بحبش امشي على التوقعات برضو، بس تعالوا ما نشوف بس الاول دي. السؤال ده انا خلاص يعني حقيقي بجد انا شايف ان هو سهل قوي،
والناس اللي خلاص متابعه معانا بقى المفروض يكونوا شايفين كده. ادي عندنا اف، تمام. السؤال ده نحله بالطريقه دي بالظبط. ادي عندنا اف، عندنا هاد، بس ما نوقفش عند هنا. عندنا هاد لازم يكون وراها بي بي. ادي بي بي، ماشي. ادي بي بي وادي هاد، يبقى من غير ما نقرا الناحيه الثانيه هندور على وود هاف والبي بي. ادي وود هاف والبي بي من غير ما نقرا، تمام. امتى بقى نقرا؟ لو كان هنا في وود هاف وكان في مثلا كود هاف او حاجه تانية وهكذا، بس هو مش هيجيب لك كده ان شاء الله. هو طالما هنا هاد والبي بي يبقى الناحيه الثانيه وود هاف والبي بي. طب لو كان هنا وود هاف والبي بي يبقى في الناحيه الاولى هاد والبي بي، تمام. طيب ليه قلت ما ينفعش ان احنا نقف عند هاد كده ونجري بقى الناحيه الثانيه؟ علشان زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات، ممكن هاد تيجي ماضي بسيط، ممكن هاد لوحدها تيجي ماضي بسيط ما يكونش بعدها بي بي. يعني هاد لو جت ما وراهاش بي بي يبقى هنا ماضي بسيط، مش ايه، مش ماضي تام، يبقى حاله ثانيه مش ثالثه. فالاجابه هتكون وود هاف. بس نيجي هنا بقى، انا متوقع ان يجي سؤال من الاسئله دي على يونت 16 الماضي التام، سواء افتر او بيفور، وان يجي سؤال على اف، وممكن حاجه من اتنين، يا يجي سؤال على مايت اللي هي يونت 11 يعني اللي هي الحاجات دي، صور رقم 4 هنا ماست ومايت. لو جه سؤال زي دوت يبقى حظكم حلو، تمام، او يبقى حظكم مش حلو قوي ويجي سؤال على المباشر والغير مباشر، ودوت يعني ايه، محتاج ان انت تكون فعلا مذاكر بقى الفيديو اللي كنا نزلناه كويس وتكون اتدربت عليه. تعالوا نشوف هنا بقى. after returning home لازم ان تكون عارف ان after بيجي وراها ماضي تام. شايفين هنا اللعب بقى، هو حاطط لك هنا هاد وانت عارف ان ايه، ان الماضي التام فيه هاد، فتقول الله ده هاد هنا يبقى ماضي تام. لا، هنا ماضي بسيط لان مفيش هنا بي بي. طالما مفيش بي بي يبقى ده ايه، ماضي بسيط، تمام. after returning home خدنا ان لو مفيش فاعل بيبقى في الفيرب اي ان جي، I had my lunch، يبقى هنا BS اللي هو مضارع بسيط، وهنا البي بي المفروض لكن مفيش فاعل، تمام. هو طالب مننا ايه؟ طالب مننا نحط بيفور في النص عندنا، او في الاول او في النص، ايا يكن اللي انت عايز تعمله اعمله يعني، بس هو عامه كده المفروض طالبها في النص. عندنا حاجه من الاثنين، لما يكون مدالنا بي سمول كده يبقى عايزها من نصها. عندنا حاجه من الحالتين، يا اما نحط له الحاجة اللي بعد بيفور فيرب اي ان جي، يا اما نحطها العادية. العادية اسهل شوية. بصوا هنا، طبعا لازم نكون عارفين ان بيفور بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها البي اس، يعني وراها الجملة دي. وراها الجملة دي، اي هاد ماي لانش، تمام؟ دي اللي بتيجي ورا بيفور زي ما احنا شايفين كده. ماشي؟ اي هاد ماي لانش. طب الجملة الأولى بدل ريتيرنينج كده ما هي بالمنظر ده، احنا حطينا لها ايه؟ حطينا لها الاصل بقى. مش احنا قلنا ان هي بي بي اللي هو المضارع الماضي التام، باست باست بيرفكت الماضي التام. فالماضي التام بيتكون من ايه؟ من فاعل، ادي اي وادي هاد وادي البي بي من ريتيرنينج، تمام. وبعد كده هوم عادي. يبقى دي اول طريقه. ممكن نكتب بقى الطريقه الثانيه، بيفور هافينج ماي لانش ونشيل اي. يعني لو عايزين نشيل اي علشان نخليها اي ان جي كده، نقول بيفور هافينج ماي لانش. دي صح ودي صح. حابب تكتب الاثنين بالمنظر ده تبقى انت برنس يعني، تمام. طيب نيجي للسؤال الثاني، اي ستايد ان بيد، انا قعدت في السرير بيكوز، لا بسبب اي واز ايل، لاني كنت تعبان. بيقول لنا حط اف. عندنا هنا ماضي وماضي، يبقى هنحط اف في الحاله الثالثه. فين السبب؟ انا قعدت في البيت او في السرير، ليه؟ لاني تعبان. يبقى السبب ان انا كنت تعبان، يبقى ده اللي هيجي بعد اف، ده اللي هيجي بعد اف. والاي ستيد ان بيد دي هتيجي الناحيه الثانيه. يبقى اف اي هادنت بين ال، طبعا قلنا هتبقى الحاله الثالثه، ادي هاد وادي ووز، دي جبنا البي بي بتاعها بقت بين، طبعا هنا كانت جمله مثبته فنفيناها. يبقى اف اي هادنت بين ال، لو انا ما كنتش عيان، دي كانت برضو منفية، دي كانت مثبتة فحطيناها منفية، I wouldn't have stayed in bed. ادي would have will be be. would have will be be. القاعدة بتاعت اف يا جماعة سهلة قوي. عندنا اف، عندنا لو هنا في اثبات، بنشوف بس ايه اللي بيجي مع اف، هو جملة السبب، والناحية التانية جملة النتيجة. نعرف كده
اللي ورا اف، سواء اف جت في النص جت في الاول مش قصتنا، اف كده بالحته بتاعتها دي، اللي بيجي وراها بيكون جمله السبب اللي هي ايوز ال. طيب ايوز ال دي المفروض ان هي تتحول لزمن ايه؟ لزمن الماضي التام، لان هي هتيجي بعد اف في الحاله الثالثه. الماضي التام عباره عن فاعل هاد والبي بي. البي بي فين الفعل اللي عندنا؟ الفعل هو ووز، البي بي من ووز بتبقى بين، وطبعا عشان هنا اثبات فخلينا هاد بقت هاد نوت، الناحيه الثانيه بدل وود بقت وود نوت عشان هنا النفي. انا قاعد في السرير علشان انا تعبان، لو انا ما كنتش تعبان ما كنتش قعدت في السرير، ماشي؟ عكس الحقيقه. نيجي بقى على الهديه، بقى الهديه اللي من ربنا يعني. عادل ووز بيرهابس ات هوم، بيرهابس هنا بيقول لك ايه؟ حط مايت، وطبعا بتشيل الحاجه اللي بتسويها في المعنى اللي هي بيرهابس. مايت احنا خدنا تعريف كده او تركيبه ازاي نكونها. طبعا هنا في ووز يعني مايت هاف، مش مايت بس، طالما في ووز يبقى احنا ايه؟ مايت هاف. بنحط الفاعل اللي هو عادل، بعد كده بنحط مايت هاف، وبعد كده بنحط البي بي من الفعل اللي عندنا اللي هو ووز، فهتبقى بين. يبقى عادل مايت هاف بين، ونكمل الجمله. طبعا بنشيل بيرهابس لانها بتساوي نفس المعنى. عادل الفاعل، مايت هاف ثابته، الفعل اللي عندنا ووز، حطيناه في البي بي بقى بين، وبعد كده كملنا الجمله. هنا طالب مننا ايميل، ناخد بالنا من الحاجات ديت، ماشي؟ طالب مننا ايميل على يا اما يور فيفورت سبورت يا اما ويب سكام. طبعا انا بفضل تكتبه على الفيفورت سبورت، طبعا في كلام تكتبه فيها اكتر شويه، ودول مثالين عليهم، ممكن توقفوا الفيديو وتشوفوه. اهم حاجه زي ما احنا شايفين تو فروم وسبجكت، دير فلان اللي هو محمود اللي هنا ده، دي مقدمة ايه صغيرة كده، هاو ار يو، وبعد كده بنتكلم اي ونت تو وورن يو اجينست مثلا انترنت سكامز. هنا حاجات تانية طبعا، هنا تو فروم وسبجكت برضو المفروض بيكونوا فوق، تمام؟ فممكن تاخدوا منها بس ايه العبارات اللي انتوا محتاجينها وخلاص. ندخل على الامتحان التاني بسرعة. A tourist wants to go to the pyramids، في سايح عايز يروح الاهرامات. فالسايح بيسأل واحد اسمه ايمن، ايمن بيقول هلو هاو كان اي هيلب يو، ازاي اقدر اساعدك؟ فالتورست ساله سؤال، الاجابه كانت شور جو الونج الهرم ستريت، اذهب بمحاذاه او اذهب بطول الهرم ستريت. يبقى هنا بيديله ايه؟ وصف، بيديله وصف ازاي يمشي. يو ويل فايند ذا بيراميدز ات اتس اند، هتلاقي الاهرامات في نهايته. بات اي دونت نو ذيس ستريت فيري ويل، لكن انا مش عارف الشارع ده كويس. فايمن هينصحه بنصيحه، هيقول له على حاجه، فالسايح هتعجبه النصيحة، هيقول له ايه دي فكرة كويسة قوي. ولكن السؤال بقى، هيسأله سؤال، فالرد بتاع السؤال هيبقى ايه؟ I think you should pay 50 جنيه. يبقى هو سأله على ايه؟ كم الفلوس؟ For the taxi driver، للتاكسي درايفر. يبقى النصيحة من البداية كانت ايه؟ لما قال له ان انا مش عارف في الشارع، قال له انا بنصحك تركب تاكسي. فهنا قال له ده فكرة كويسة، قال له طب التاكسي هياخد كام؟ قال له انا اعتقد ان هو انت المفروض تديله 50 جنيه للتاكسي، عشان طبعا احنا عندنا الدنيا مولعة يعني. طبعا السايح يعني تعبان قوي، قال له ايه this is very cheap، ده رخيصة جدا. ثانكس الوت، شكرا جزيلا، كان يعني السواق هيفرح بيه طبعا. فأيمن قام طبعا، لما عندنا الجملة الأخيرة كده بتكون بالمنظر ده، مفيش سؤال مفيش رد، تبقى ايه؟ أي حاجة اللي أنت هتكتبها يعني، شكرا ثانكس أي حاجة يعني، يو ار ويلكم مثلا، تمام؟ تعالوا نشوف بقى أول سؤال هيكون ايه؟ هاو كان اي هيلب يو، ازاي أساعدك؟ وبعد كده وصف له ايمن، وصف له ايه الشارع، او وصف له ازاي يروح. فهنا السؤال هيكون حاجه من اتنين، كان يو جيف مي دايركشنز تو ذا بيراميدز، ودي مش تعرفوا تكتبوها يعني معظمكم، انا بفضل ايه؟ بفضل دي، لان دي عندنا من المنهج. كود يو بليز تيل مي، دي كانت عندنا ثابته لو فاكرين، وبعد كده كنا بنستخدم اداه استفهام اللي هي هاو هنا، وبعد كده تو جيت تو ذا بيراميدز، ازاي اروح الاهرامات. تو جيت تو ذا بيراميدز، كود يو تيل مي ثابته، هاو أداة الاستفهام اللي احنا بنستخدمها، كيف، وبعد كده تو جيت تو ذا بيراميدز، اللي تريحك في دي او دي اكتبها. اتفقنا ان النصيحة هنا هتكون ان هو يركب تاكسي، النصيحة بحاجة من اتنين، يا اما يو شود او اف اي وير يو. اف اي وير يو اي وود تيك ا تاكسي، الحالة التانية، او يو شود تيك ا تاكسي، انت المفروض تاخد تاكسي. طيب السؤال على الفلوس خدناه قبل كده واحنا بنتكلم على المحادثة، ازاي نسأل على فلوس؟ هاو ماتش،
How much should I pay the taxi driver؟ كام المفروض ان انا ادفعه للتاكسي درايفر؟ طبعا هنا you should، هنا should I، لان هنا التاكسي التورست بيتكلم على نفسه، اما هنا ايمن بيوجه الكلام للتورست، فهي الفكره ايه في ايه؟ عكسناها ولكن شقلبنا الضمير، بدل I بقى you. تمام؟ وادي باي، طبعا بنحذف الاجابه اللي هي 50 جنيه، وادي تاكسي درايفر. This is very cheap، ده رخيص جدا. Thanks a lot، طبعا هنقول له ايه؟ You are welcome، have a good day، يا راني ربنا يبارك لك في يومك يعني. طيب عندنا سؤال الموقف بقى. You tell a tourist where he can buy a map، انت بتقول للسايح ان هو ايه ازاي يشتري خريطة. طيب هنا بقى في سؤال الموقف بيقول لنا ايه؟ You tell a tourist where he can buy a map، انت بتقول للسايح، انت اللي بتقول له منين يقدر يشتري خريطة. طبعا دي كانت في الترم الاول خدناها، المكان اللي يقدر يشتري منه هو the best place to buy a map is the tourist information center. نفس الكلام اللي كنا احنا لسه قايلينه شويه من شويه في الامتحان اللي فات، the best place to buy كذا is، وبنحط الحاجه. طيب you want to book a return ticket to Luxor، دي قلناها كتير جدا 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 يا شباب، يا ريت نكون حفظناها خلاص. you want، انت عايز تشتري تذكره ذهاب وعوده لمدينة الأقصر، هتقول ايه؟ can I buy او can I buy او can I book، هو بيقول هنا book عادي، يبقى can I book a return ticket to Luxor please. you express your strong opinion، توضح وجهة نظرك القوية. of yesterday's match، هنا لازم نقول حاجة من الكلمات اللي احنا خدناهم اللي هم بيقووا ايه الرأي، فهنقول مثلا that match was extremely exciting، كان ايه؟ كان مثير للغاية. طيب نكمل بقى وندخل على سؤال القطعة بسرعة كده. عندنا نركز بقى في الأسئلة هنا. Why did the ruler build تاج محل؟ ليه الحاكم بنى تاج محل؟ طيب ادي كده عندنا سؤال بندور عليه. How long did the construction، how long يعني كام المدة اللي الكونستراكشن البناء of تاج محل last، دام يعني المدة اللي تاج محل ده أخدها، خد بنى قد إيه؟ Do you think، طبعا زي ما اتقولنا من شوية، that we should keep such ancient wonders، ان احنا المفروض نحتفظ بايه؟ بالعجائب القديمة دي، ولماذا؟ طبعا ده سؤال انت بتفكر فيه وانت اللي بتجاوبه حسب قرايتك للقطعة. الكلمة دي معناها ايه؟ regarded، لو انت عارف معناها هتقدر تجاوبها بسرعة، لو مش عارف عن ايه هنشوفها من السياق بتاع الجملة. استاذ احمد اللهري ده شخص يعني هيكون موجود عندنا، was one of the main، واحد من الناس الرئيسيين. هل الناس اللي كانوا بيبنوا، ولا الفايترز، ولا الديزاينرز، ولا الامبراطورات او الناس اللي هو الامبراطور يعني، هنشوف بقى في الكلام ده دلوقتي. لكن السؤال ده حلو، عايزكم تركزوا فيه بس يعني كده، عشان ايه لو انا نسيته. والسؤال دوت حلو في حتة الناس اللي بتقول ان هي بتبقى عندها كلمات مش عارفة معناها. The ancient world wonders are seven، هل في سؤال على الكلام ده؟ لا، يبقى نقطة كده اهي نكمل. Two of them are in Egypt، فيش برضو. The pyramids and the lighthouse of Alexandria، لحد دلوقتي ما فيش اي حاجة لان ما فيش هنا عن مصر اصلا. The pyramids were built by the ancient Egyptians to be used as great tombs for their kings. The lighthouse in Alexandria was built to guide ships at night at that time. لغاية هنا مفيش أي حاجة، يعني أنت لو في كلمة من هنا كده ما كنتش عارفها ولا ليها أي لازمة. تاج محل، نركز بقى. تاج محل، تاج محل is one of the most famous ancient wonders، من واحد من إيه؟ من أعظم أو من أشهر العجائب القديمة. It is a white marble building، هو مبنى رخام كبير. Located in India، موجود في الهند. It was built by the ruler Shah Jahan، ده اسم ايه؟ الحاكم اللي بناه. طب ليه بناه بقى؟ In memory of his wife، of his third wife، في ذكرى ايه؟ زوجته التالتة. يبقى هو بناه كذكرى لزوجته التالتة، يبقى الإجابة الأولى in memory of his third wife، وادي الاسم بتاعها. ممتاز. محل، تاج محل is regarded as the finest architecture made up of marble، تاج محل بيعد افضل تصميم معماري اتعمل من الرخام.
ريجاردد. ريجاردد يعني واحنا بنترجم كده دلوقتي قلناها ايه؟ بالصدفه، يعد. تمام. طيب هل هيتد يعني مكروه، اكسبكتد متوقع، بريفنتد يمنع؟ دي يمكن الحاجات اللي انتوا عندكم في المنهج. كونسيدرد معناها يعد، يبقى كونسيدرد هي هي ريجاردد. يبقى كده عندنا الاجابه بتاعت السؤال ده. طيب ذا كونستراكشن بيجان ان، البنى، والسؤال التاني ده برضو في فكره كده هنقول عليها. ذا كونستراكشن بيجان ان 1632، بدا في 1632، اند ووز كومبليتد، شوف التاريخ ده كويس، اراوند حوالي 1653. يبقى خد كام سنه؟ طبعا ده ناقص ده هيدينا حوالي 21 سنه، يبقى about 21 years. 20 ممكن تكتب 20 بس مش مشكله، بس ايه بما انها 32 هنا 53 يبقى خلينا ايه 21 years. The marbles were brought from the mines of Macarena. طبعا ملناش دعوه بكل الكلام ده. هنا بقى the main architect of Stag Mahal was استاذ احمد لوهري، ده اللي موجود تحت، بس كلمه architect مش هنا، يبقى عايزين كلمه قريبه منها في المعنى. هل اركتك اللي هو مهندس معماري معناه البنا، واحد من البنايين الكبار يعني الكبار اللي كانوا موجودين، ولا المحاربين، ولا المصممين، ولا الامبراطور؟ طبعا المصمم، يبقى هتكون ديزاينرز. ووز استاذ احمد لوري ذيس وندرفول وندر از ستيل فيستد باي تورتس فروم اول اوفر ذا وورلد، ما زال لحد دلوقتي في ناس كتير بتيجي تزوره. طيب الاجابه بقى بتاع السؤال الثالث، do you think that we should keep، هل تعتقد ان احنا لازم نحافظ على العجائب القديمه؟ طبعا. ولماذا؟ ممكن نكتب مثلا because we can't construct like them، construct يعني نبني، او ممكن تكتب build عادي like them and they are historic buildings، وهم مباني تاريخيه. طبعا regarded قلنا معناها considered، والراجل ده كان من الديزاينرز. ندخل على سؤال القصه. مستر جرانت، هاري اند دولي، اولاد جيري يورك المساعد بتاع ايرل سميث، وادي ايرل سميث نفسه. وير ذا تشيلدرن اوف ذا نيو اونرز، هم الاولاد بتوع الملك الجديد طبعا، دول هاري ودولي. ووز ذا اونر اوف ذا تاكسي بزنس، هو المالك بتاع التاكسي بزنس ده مستر جرانت. ووز ذا اونر اوف ايرل شيل بارك، مالك ايرل شيل بارك، ويتش ووز ماتش بيجر ذان كذا اند كذا ايرل ايه؟ ايرل سميث. سهله جدا دي. was angry about the special rains، لسه مجاوبينها في الامتحان اللي فات طبعا يورك. اما الاخيره دي was accused of stealing the horse's food، طبعا ده فيلتشر وهو مش معانا. why did the two young men want to pay Jerry an extra pound، الاثنين الشباب كانوا عايزين يدفعوا جنيه زياده لجيري ليه؟ طبعا عشان كانوا هم متاخرين وعايزين يلحقوا القطر بتاع الساعه واحده. to make him drive quickly، علشان يخلوه يمشي بسرعه. to catch the 1 o'clock train، عشان يلحقوا قطر الساعة واحدة. Why did the Earl decide to sell the horses، ليه Earl Smith قرر يبيع الخيول؟ Because he couldn't buy a carriage، لما كان قال، فاكرين هنا لما كانت في القطعة اللي فاتت كانت في جملة مش معانا، if they cannot buy a carriage we must sell them، because he couldn't buy a carriage، مش هيقدروا يشدوا العربية. He didn't want to lose his money، مش عايز يفقد نقوده، because he spent good money on these horses، لأنه صرف فلوس كويسه على او فلوس كتير يعني على الخيول دي. ودت بلاك بيوتي ريمايند، يعني ذكر بلاك بيوتي، فكر جينجر بايه؟ قال لها ان هي كانت ايه؟ كانت بتضرب اي حد بيزعلها. ذات شي يوجوالي كيك بيبل هو ويرنت جود تو هير، اي حد كان بيضايقها كانت بترفصه على طول. دو يو ثينك ذات بلاك بيوتي ووز انجري ووز جينجر، تفتكروا السؤال ده جاوبناه مليون مره يعني، تفتكروا سؤال بيكرر كتير فيعني يا ريت نركز عليه. هل كان غضبان منها؟ لا. ليه؟ لان هو كمان كان عارف ان الالجمه دي متعبه. نو بيكوز هي ريلايزد ذات جينجر اونلي ديد ذس، عملت كده بس بيكوز ذا رينز وير انكمفورتبل، الرينز كانت متعبه. ووز بيوتي رايت تو بي وورد وين هي وركت فور سكينر، هل كان عنده حق ان هو يكون قلقان لما اشتغل مع سكينر؟ طبعا كان عنده حق. يس هي ووز رايت. طب ليه؟ بيكوز سكينر didn't give him good rest او enough food and he made him very weak، وجعل بلاك بيوتي ضعيف جدا. طيب نيجي على الري رايت والاختيارات.
my father works hard. هنا الفرق اللي كنا خدناه في language functions ما بين او language notes انا اسف ما بين win gain lose earn. win تكسب مسابقة، gain بتكون على حاجة معنوية، lose طبعا يخسر ملهاش علاقة بهنا، earn هتكون ايه ان هو بيكسب فلوس لاكل عيشه مثلا او وظيفته او هكذا. يبقى والدي بيشتغل بجد علشان يكسب ايه فلوس كتير اللي هي earn. the money I have is enough. is enough only. enough only يعني يدوب، يدوب كفاية، كفاية اللي احنا نعمل ايه، هل نشتري تيكت تو اسوان، هل الاكسبريس ده نوع من التذاكر؟ لا. الفري هل في تذكرة ببلاش؟ لا. يبقى يا اما فيرست كلاس يا اما ايكونومي. ايه اللي رخيصة منهم؟ طبعا الايكونومي، وكنا حلينا في الامتحان اللي فات اللي هو في فيديو قبل كده كان حاجة برضو بنفس الفكرة دي، يبقى هتكون ايكونومي. could you tell me what، could you tell me what the نقط of bus number 40 is. فالراجل قال له ايه، ده حلوان، الاتوبيس ده رايح حلوان، يبقى هنا بيسأل على الديستنيشن. وي نقط the summer holiday in Ras Sidr as we decided. decided يبقى الإجابة هتكون إيه، am و is و are going to والفعل في المصدر. ليه؟ علشان كلمة decided دي الشكل الثاني في أشكال المستقبل. my brother not Alexandria airport at 4 p.m. هنا سؤال على حروف الجر. أخويا هيوصل، عايزين نقول هيوصل الكسندريا at 4 بي ام الساعة 4. طبعا هتكون الإجابة ريتشد علشان مفيش حرف جر. اف عادل، مش هنبص هنا بقى عشان هنا دي مفيهاش حاجة، هنيجي هنا would have. would have ده يعني حالة كام؟ حالة التالتة. يبقى هنا الحالة الأولى بتكون ايه، had زائد البي بي من غير ما نقرأ على طول. would have يبقى الحالة هنا ايه، had زائد كده الحالة التالتة، يبقى had والبي بي، had والبي بي، ما ننساش بس البي بي. The government has built new cities in the desert. هو عايز بين ده يعني ايه، هو عايز بين يعني عايزك تحولها للباسف. يعني ايه باسف؟ يعني تبدأ بالمفعول زي ما قلنا من شوية كده، احمد بيكتب الدرس، هنا جملة عادية، انما الباسف الدرس بيتكتب بواسطة احمد. نحدد ازاي المفعول بالمرة كده، تيجي على الفعل، ادي الفعل اهو اللي هو built. built ده يعني ايه؟ يعني بنى. مين اللي بنى؟ الحكومة، يبقى ده الفاعل، كده عرفنا ان ده الفاعل. طيب الحكومة بنت ايه؟ بنت مدن جديدة، يبقى new cities دي هي المفعول. new cities مش cities بس، لان هي مش بنت مدن بس، لا ده بنت مدن جديدة. تمام؟ يبقى الجملة هتبدأ بايه؟ بنيو cities مفعول، has او have، طبعا عشان ديت جمع يبقى have، ودي been ثابتة، وبعد كده بنجيب البي بي. بعد كده بنكمل الجملة وفي الاخر بنحط باي، وادي الفاعل the government. جملة سهلة قوي، يعني لو انتم مذاكرين الجرامر بتاعها ان شاء الله عمرك ما تغلط فيها. I am sure، انا متأكد، رامي هذا نيو جوب، وبيقول لك حط must. قلنا بنعمل ايه، نحط رامي لان هو الفاعل، بعد كده must have. must have ليه؟ علشان في هنا had، ده دليل على الماضي، يبقى must had وبعد كده must have وبعد كده had، لان ده البي بي a new job، had a new job. told هنا بقى نيجي على الدرس اللي هو عامل لكم مشكله شويه، الماضي المباشر والغير مباشر. كل الفكره يا شباب ان احنا بنرجع بالزمن خطوه لورا، نفتكر بس الموضوع ده. وفي جدولين كنا حاطينهم في الفيديو بتاعه، والفيديو ده مهم قوي، من اهم الفيديوهات اللي احنا نزلناها في الجرامر، وباكد عليكم جدا لازم تشوفوه، هيساعدكم جدا عامة كلغة اصلا، يعني هو احنا مراجعين فيه على حاجات كتير. father said to me، هو بيقول لك حط told، يبقى بديهي كده father told me. طيب عندنا هنا علامة العلامة التنصيص دي طبعا لازم نشيلها، بنربط بايه؟ دي جملة خبرية، يبقى بنربط بذات. بعد ذات دي جملة، ادي المضارع is، يبقى بقى كل اللي احنا نعمله هنرجع لوز. هل في اي كلمة من الجدول اللي احنا كنا حافظينه؟ مفيش اي كلمة، يبقى هننزل عادي. father told me that it was بدل is useful to work on a plane، ولا غيرنا اي حاجة، هو بس was is بقت ايه، بقت was. عندنا الباراجراف عن how to avoid the internet addiction، ادمان الانترنت، والاهمية التكنيكال سكول. هنا
ده مثال على الـ importance بتاع technical school. عارف ان هو صعب شويه معلش، ولكن يعني حاولوا تجمعوا منه اي جمل. وعامه احنا عاملين فيديو على الباراجراف ازاي نكتب اصلا، وعن الايميل برضو، فهو ده الاساس يعني. طيب بكده ان شاء الله نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه وتكونوا جمعتوا كده معلومات وعملتوا ريفريش كده للمعلومات في دماغكم. كل واحد عارف ايه اللي ناقصه، ايه الحاجات اللي هو بيقع فيها، وانت طبعا بتجاوب معايا. ادعوا بقى زمايلنا اللي في محافظه اسوان عشان هيبداوا بكره، ربنا معاهم. نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.